مجموعات خبراء التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في اللقاء الثاني من سلسلة الدروس في برنامج هوكيو سي. طبعا تعرفنا في اللقاء الأول على أهم ميزة في هذا البرنامج، وهو تجميع التراكات، وعلى واجهة البرنامج كاملة. أما في هذا اللقاء فسوف نتعرف بإذن الله على بعض الإفكتات المدفوعة، بعض الإفكتات المدفوعة التي أرى أن تكون في هذا اللقاء، طبعا بالتحديد على كامل المقطع، نتكلم بالتحديد على كامل المقطع. إن يسر الله لقاءات أخرى نتعرف فيها على قص جزء من المقطع، استيراد تراك في نفس المجلد، وعمل ميرج يعني دمج بين أكثر من تراكين، تحديد جزء من المقطع، عمل إفكت على جزء من المقطع، الفيد إن والفيد آوت والأمور هذه، يعني رفع مستوى المقطع وأيضا خفض مستوى المقطع، وبعض الأمور من الإفكتات التي تعتبر مجانية تقريبا، ولكن هذا في اللقاء القادم. أما هذا اللقاء فسوف نأخذ الإفكتات المدفوعة، الصدى وضغط الصوت، تغيير حدة الصوت والأمور هذه، فأهلا بكم. طبعا قبل ما نبدأ فعليا أقول لكم قيمة التطبيق $9، يعني $10 تقريبا، وهذه مزايا. هناك تطبيق مثله اللي هو توستد ويف، قد يكون أقوى منه بكثير في أمور، في جوانب، وأيضا بنفس القيمة، فأهلا بكم. هذا هو الهوكيو سي، وأنا الآن فتحت مقطع من الأوديو شير عبارة عن أبيات هذه. أودعكم بدمعات العيون، أودعكم وأنتم لعيون. طيب هذه هي الأبيات، طبعا تعرفنا على الأمور كلها، أندو وريدو تذكرون، اللي هي التراجع والرجوع إلى الخطوة التالية. جميلة جدا هذه الميزات، أيضا هي موجودة في التويستد ويف. السرعات كلها تعرفنا عليها. الآن سنبدأ مباشرة في الإفكتات ونأخذ نماذج. طبعا هناك إفكتات كثيرة جدا، معظمها الحقيقة غير منطقي، يعني بلا فائدة مرجوة، فأنا نقيت لكم الإفكتات، وهذه ميزة جميلة في التطبيق، نستطيع أن نأخذ أهم الإفكتات المستخدمة ونضعها في تبويبة خاصة. كيف؟ الآن نبدأ. طبعا الخطوات حتى نصل هو الآن واحد. Selection يعني محدد. Select none. طيب play. No selection. Loop play. Showing from. نذهب إلى play head app. كلمة track. Track واحد. One. Record. Select all of track. ننزل تحت بأصبع يقول لنا select all of track، يعني تحديد التراك كاملا. نضغط عليها. نرجع هنا. نلقى حاجة اسمها selection. Selection. Loop playback. Selection. Track. نطلع بأصبع نلقى apply effect. الآن في حاجات لابد أن نتعرف عليها، يعني هذه تمشي معنا في كل الإفكتات حتى ما نقعد نعيد في الموضوع. Cancel. طيب الآن هذه إحنا في الإفكتات، cancel خلاص يتكنسل الموضوع ويرجع للصفحة الرئيسية. تم الاختيار. طيب تم الاختيار. أولا عندنا all effect، هذه التبويبة الأولى، يعني كل الإفكتات. التبويبة الثانية اللي إحنا ننقي الإفكتات المهمة فيها اسمها favorite. زر اثنان يعني المفضلة. كيف نأخذ الإفكت ونحطه في المفضلة؟ مثلا import export audio copy، أعجبني هذا الإفكت، أطلع بأصبع المتوفرة فوق favorite، أحطه في الفافوريت في المفضلة. import audio copy favorite، نسمع عليه import كلمة export عنوان favorite audio copy favorite، أبغى import ألغيه export من المفضلة audio copy on favorite، أطلع فوق on بأصبع واحد وألغيه. بالشكل هذا نعرف نضيف ونلغي. الآن الإفكتات اللي بستعرضها لكم من وجهة نظري الشخصية البسيطة هي الإفكتات اللي فعلا لها تأثير، ويعني جميلة جدا وتأثر بشكل مباشر على المقطع، يعني شغلنا كله بيكون في الفيفوريت هذه، في المفضلة، والمفضلة طبعا تجي فاضية ما فيها شيء، والمستخدم هو اللي يعبيها. فما أقوله من الإفكتات هي المهمة، هي اللي توضع في import export المفضلة. تم favorite ندخل عليها. تم الاختيار favorite amplitude عنوان. طيب هذه عناوين، يعني كل تحت عنوان مجموعة افكتات انا انقي منها
المفيد. كل الإفكتات تمشي على نظام واحد. الآن ندخل على أول إفكت. Gain compressor. Favorite. Gain compressor يعني رفع مستوى الصوت. Gain compressor. Gain compressor. Gain compressor. أو ضغط ضغط الصوت ورفع الصوت يعني. Gain compressor. الآن إحنا دخلنا عليه. Done. لما أحط done خلاص يعني أنا موافق على هذا الإفكت والصوت راح يتغير تبع لهذا الإفكت، ولما أعمل مشاركة للمقطع ينعمل يعني يرسل المقطع بالإفكت حقه، سواء حطيت صدى، غيرت في الصوت، لعبت في السرعة، الأمور هذه. لما أبغى تراجع الإفكت عندنا أندو أريده مثل ما اتفقنا. لما ما أبغى الإفكت هذا دخلت وشفته ما عجبني أحط باك وانتهى، ما يحتاج يحط دن. تم الاختيار. طيب فافورايت زر بريسيتس زر. هذه بريسيتس دائما نلقاها في كل إفكت، يعني إنشاء أوضاع غير الوضع الافتراضي ما تهمنا. أسفل شيء دائما نلقى حاجتين. Preview playhead. 13 ثانية. هذه preview. Preview playhead. هذه preview playhead. بيعطينا المدة اللي إحنا وصلنا لها 13 ثانية لما أنا شغلت لكم بداية القصيدة هذه 13 ثانية. نرجعها 10 7 4 إلى 0 ثانية حتى نسمع المقطع من أوله. من فين نسمع المقطع من أوله؟ من هذه. Play pause preview. زر. هذه بريفيو، هذه للتجربة. Play pause preview. زر. وهكذا هكذا بقية الإفكتات. كويس، يعني الموضوع أصبح واضح الآن. نسمع. أدعكم بدمعات العيون. تلاحظون الصوت الآن مرتفع. لما أوقف هنا نكزوا 120. Output amplification. نكزوا 120 نقطة صفر. Input amplification. 16 نقطة صفر دي بي. تعديل. Gain. 16 نقطة. هذا الصوت 16. طبعا كل الإفكتات هذه سحابات، يعني بإصبع طلوع ونزول. نكزوا. Output amplification. نكزوا. شغل هذا. وأدعكم وأنتم لعيوني. وأدعكم بدمعات العيون. بالشكل هذا فوق تحت. وأدعكم وأنتم لعيوني. هذا هو. هذا فايت الإفكت، يعني لما أسجل وأنا بعيد أقدر أرفع الصوت. وهكذا بقية الإفكتات. طبعا ما نبغى من هذا الإفكت ولا شيء. نكزوا 100 نقطة صفر. إذن بقية الإفكتات بناخذها الآن. طبعا كل إفكت فيه أكثر من سحاب، يعني فيه أكثر من نقدر نقول فلتر نتحكم فيه. فأنا بس أعطيكم نماذج على بعض الإفكتات، وكل واحد وذوقه في العمل. طيب عندنا الآن هذه بيتش باند، هذه خاصة بالسرعة. بيتش باند. بيتش باند. بلاي باس بريفيو. بلاي هاد. نسمع. ثلاثة ثواب صفر ثاء. بلاي باس بريفيو. وادعكم بدمعة حدة الصوت. هذا عفوا حدة الصوت. ثماني كيبورد ست. كيبورد ست أمام بيانو. 45%. نسمع. 55%. وادعكم بدمعة تتغير هكذا. جميلة جدا. 100%. وادعكم وثيقا بلهيب. الصوت يتغير السرعة، يعني السرعة واحدة. 5 10%. أنتم لعيوني. تزوير في الصوت، يعني صوت أنحف. وادعك 25% من الشوق تجود. والعكس ناقص 70%. ناقص 40% 10%. ناقص 10% الشوق تجود به. Play pause preview. The mini keyboard sets. Play pause preview. وهكذا. Back. Back. زر الرجوع. Fuzz box. Grunging up. Pitch shift. Pitch bend. Pitch shift. Favorite. Pitch shift. Pitch shift. Play pop. Preview play head. Preview play. نسمعها. Play pause preview. The mini keep time constant. Keyboard sets amount route amount piano. Keep the mini keyboard set. Play pause preview. Keep amount piano. 24.19.20 14.40 9.60 semis. 4.80 semis. 0.00 semis. ناقص 4.80 semis. ناقص 9.60 ناقص 14.40 سميز. وحش وحش. إذن هذه أيضا تختص بحدة الصوت. Fuzz box. Grunging up. Pitch shift. Grunging up. عنوان. Fuzz box.
هذه أيضا الصوت يعني كأنه في صندوق. وأنا نرجع المقطع من البداية. تختلف طبعا حسب وضعيتها. هذا الكورال. الكورال جميل. الكورال فيه صوتين ثلاثة أربعة، طبعا أفضل شيء صوتين. من هنا أولا تم الاختيار فافورايت بريسيتس فويسز 7 فويس، حطنا 7 7 7 تعديل ننزل 6 5 4 3 2 بلاي باس بريفيو بلاي بريفيو بلاي بلاي باس بريفيو خمسة. طبعا نقدر نغير خمسة مسافة في خمسة أربعة عشرين في عشرة في المئة صفر في المئة عدد أربعة خمسين في المئة ستين في المئة خمسين سبعين في المئة ثمان تسعين مئة في خمسة أربعة ثلاثين في المئة نكثر أصوات 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. طبعا نوزن الصوتيات مع الفلاتر الموجودة. هذا ايضا الفلانجر ايضا حدة قوة الصوت 10 90 في المئة 30 في المئة وهكذا. فيه عدة فلاتر زر الرجوع فيزر فابرايت مونستر فويس فلانجر كورس مونستر فويس ايضا هذا المونستر فويس هذا يعطيك صوت ثاني معك، ولكن هذا الصوت الثاني اللي معك صوت بطيء صوت قوي. لو نسمع الان صوتين يعني، لكن احداهما ثقيل. اودعكم لا تشوف معاه يتكلم. طبعا مجرد ما نحط ضن مثل ما قلت لكم خلاص يعتمد، حتى اذا ارسل على الواتس والى البرامج 0% 10 20 30% صوت يبدا يثقل 20 30 75% 20 0% play pause preview back زر الرجوع phaser resonance time and space resonance phaser monster voice phaser 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 play pause preview play head ستة صفر ثاني play pause preview أودعكم. هذا صوت يكتمل. Frequency 20 في 75 10 في المئة صفر في 50 في 96 في المئة رفع الصوت خفض الصوت حاجة زي play pause preview طبعا والله افكتات متشعبة جدا. Phaser favorite resonance هذا الصوت resonance play preview play head أنا من كثرتها ألخبط أنا. طبعا عندنا نوع من الصدى إيكو الصدى العادي والريفيرب. هذه بنأخذها آخر شيء حتى نفصل فيها شوية. ريفيرز يعني قلب الصوت، الصوت يعني الكلمات تنقلب الآن مثل الأشرطة القديمة الكاسيت. ما نسمع الآن نسمع ذخينا وخي أحيص وداك لا حول ولا قوة. طيب نرجع الآن selection apply effects apply effect gain compressor gain compressor hard limiter no peak silence نرجع على المفضلة time stretch stereo spatial reverse reverse طيب favorite. باقي عندنا حاجتين هذا time stretch favorite هذا بالنسبة لي تسريع تسريع المقطع يعني المقطع الآن مدة دقيقة مثلا وعشر ثواني نستطيع نسرع حتى يصبح
فقط 10 ثواني. Play pause preview. Preview play. Play pause preview. شوف مثلا. من هنا. لحظة. Play. زر التبديل. Keep pitch constant. New duration. صفر MS. Keep. Play preview. Preview play. Play pause preview. هذا المقطع كامل ولكن بشكل رهيب. Keep pitch constant. سريع جدا. صفر MS. واحدة الشرطة الماء. والعكس نقدر ان نخلي 4 دقائق يعني يصير بطيء جدا. تايم ستريتش ستيريو سبيشاليزر. اخيرا هذا ما يتعلق بالستيريو. بريفيو بلاي هيد 8 4 صفر بلاي باس بريفيو صفر بلاي باس بريفيو 10 10 4 5 6 سترينث تمام. الصوت 8 بلاي بريفيو بلاي هيد بريفيو بلاي صفر بلاي باس بريفيو. اوه هو الان لازال مقلوب. لحظة نطلع. الان نفترض مثلا ان غلطنا وحطينا مثل كذا الصوت مقلوب، كيف نرجعه؟ عندنا ريدو واندو. طبعا نرجع هنا نحط اندو واحدة. يلا نسمع الان الصوت. العيون رجع طبيعي ممتاز. حط apply effect بعدين cancel favorite. نرجع عند الاستيريو الأول. time stretch stereo spatializer. لما نسمع يطلع طبيعي. خمسة ثواني. play pause preview. وأدعكم. إذن هذه هي الميزة، ما في شيء يضيع عندك أندو وريدو، هذه مهمة جدا وأيضا مفيدة. طيب خلاص الآن ننتهي إلى الصدى. إيكو وريفير. طيب هذا ديجيتال إيكو. نرجع نسمع الآن. وادعكم بدمعات العيون. نسمع. وادعكم وانت تعلي عيون. طبعا بدون صدى الآن. من هنا الصدى. 1.6 8 مئة همكس. وادعكم وانت 400 همكس. الآن جاء الصدى. وادعكم 40%. ونتحكم فيه طبعا بالفلاتر هذه. الفيدباك الفيدباك يختص بتباعد الصوت، ولا الام اس هذه تختص بتباعد الثواني. مثلا 50 200 تحريف للتحرف. فطبعا هذه ممكن تسبب مشاكل على صوت الفويس اوفر لانها تختلف وبعضها قوي جدا. اخيرا هذا نوع الصدى ريفيرب. ريفيرب فافورايت ريفيرب عليه. ريفيرب بلاي باس بريفيو بلاي هيد بريفيو. نرجع بلاي باس بريفيو. وادعكم بدمعات العيون. طبعا يختلف هناك عدة افكتات. تعديل 101 بلاي باس بريفيو 301 601 101 randomized reflection. صفر ثانية ثانيتان. 8 ثواني. صفر ثانية. 4 6 ثمانية. كثيرة جدا. 8 ثواني. 4 ثواني. 6 ثواني. 101 random. 6 ثواني. 4 ثانية. 0 ثانية. كأن في مايك. 4 6 8 ثواني 10 8 ثواني 6 4 ثواني ثانية. 50 همكس 100 و 250 همكس. صفر همكس 100 200 همكس. الصوت يختلف. الصوت يختلف. Play preview. Play pause preview. والواحد يحاول يقيسه على 0.04 دي بي. فيدباك 400% 90 70%. وادعكم 200 early reflection delay 200 كثيرة جدا 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 جدا. 4.10 فيدباك 70% شحن البطارية نمط الإغلاق 6 إغلاق. Strength. Preset. Strength. 80.
8 5 750 ثانيتان 0 10 10 4 1 الواحد يلعب فيها لين يشوف 301 حتى يحس انه ايش انه ضبط مع الموجة والصوت ومباشرة يضغط على دن وبكذا يستطيع ان يشارك المقطع طبعا من تولبار مينيو يضغط عليها ويضغط على شير اوديو ويتم مشاركة المقطع كما وضحنا في الدرس السابق. اعتذر منكم على الإطالة وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.